هلا سامعيني؟ يسعد هالمسا. يعني زبط؟ لا. كيف حالك؟ هي والله سعيد. شرفنا الأستاذ هاني. طبعا اول شيء انه انا بحياتي ما يعني ما بعرفش شو انستغرام، يعني بسمع عنه بس ولا مرة، فاضطريت يعني اعمل لوج ان و وتا يعني تفهمت كيف بيشتغل الامور، اخذني شوية وقت. طبعا اول إشي اشتقنا لك كثير استاذ هاني، واحنا مبسوطين كثير بوجودك معنا، وانا كمان على فكره اول مره اطلع لايف، وقديش حلو اني اطلعه معك، يعني عرفت كيف. فخلينا شوي جميل جميل. الله يسعدك، فخلينا شوي ندردش مع اللي شوي اللي انضموا معنا، وغالبيتهم على فكره يعني انت بتعرفهم وبحبوك وبتابعوا دائما اعمالك. طبعا الحديث لما يكون عن هاني ابو اسعد، دائما لما بنجاب سيره هذا الاسم بيروح على طول البال المخرج العربي الفلسطيني اللي ترشح للاوسكار مرتين. بينحكى عن هاني ابو اسعد ايضا، اول مخرج عربي فلسطيني كمان بيصنع فيلم بهوليوود. بينحكى عنه ايضا انه غير مسار وشكل الخطاب الفلسطيني للسينما العربيه. لكن كثير في ناس ما بيحكوا على انه بلش حياته بعالم الصناعه عن طريق الانتاج، مش كمخرج، وبعدين شوي شوي حتى كان له تجاربه بالافلام الوثائقيه، وكانت تجربته الاولى بالصناعه بفيلم بالافلام الروائيه القصيره وفيلم وثائقي قصير، مظبوط هاني؟ صحيح وبعديها صحيح. فطبعا احنا رح نحكي، رح نحاول نخلي شوي في محاور ثابته بالحديث مع هاني ابو اسعد، عن طريق طبعا رح نحكي عن تجاربه بالسينما الروائية الطويلة والانتقال، لأنه هي كانت فترة الألفية الجديدة، هي انتقال هاني أبو أسعد مع صناعة الأفلام الروائية الطويلة. لكن قبلها رح نحكي عن جديده، كونه في حوار فلازم نحكي عن الجديد اللي هو له علاقة بفيلم صالون هدى وبمسلسل هاني أبو أسعد رح يدخل في صناعة مسلسلات يا جماعة. لا المسلسل أول شيء حتى نجزم على المسلسلات، هو منحاول بس ما في بعد تمويل. المفروض كان نتفليكس يعمل المسلسل اللي أنا وزوجتي كتبناه، أو يعني زوجتي هي اللي جابت الفكرة وكتبناه مع بعض. نتفليكس اشتروا المشروع بس خافوا شوي لأنه فيه سياسي، فبنحاول حاليا نلاقي تمويل تاني مختلف اللي هو ما يعني ما بخافش من السياسي، لأنه اليوم بالصراحة يعني كأنه كل العالم كثير عم بخاف من مواضيع سياسية. يعني أغلب الناس عم أغلب المحطات الكبيرة بتحاول تلهي العالم بأشياء بنظري، لأنه يعني بدهنش يعني خايفين من غضب الناس، فما بدهنش مسلسلات اللي هي توعيهن لوضعهن الحالي. بس هذا الموضوع بس متعلق بالمخرج العربي ولا؟ لأنه في مسلسلات سياسية كتير بس بأسماء مخرجين مش عرب، هو الموضوع هذا بيكون حساس بالنسبة لإنتاج الأعمال بس لما يكون المخرج عربي؟ يعني او الموضوع عربي، يعني المنطقه تبعتنا كثير حساسه لهي المواضيع، خلينا نقول على الاغلب يعني الاوروبيه ما في عندهم اقل حساسيه من هذا الموضوع والامريكان، لكن العالم العربي طبعا كثير بخاف من مواضيع سياسيه. اغلب اليوم المسلسلات هي مسلسلات او تطبيعيه، يعني انه نطبع مع الاحتلال، نطبع مع مع وجود الأمريكان في المنطقة، إنه هذا عادي وتمام وهن أصحاب العدو حدا تاني. أو مسلسلات تطبيعية كان فيها سياسة، أو مسلسلات اللي ترفيهية، اللي أنا ما فيش إشي ضد، يعني ما عنديش إشي ضد مسلسلات الترفيهية، بالعكس يعني مهمة، بس أي موضوع سياسي بتحركش في قضايا مهمة عند الإنسان العربي بخافوا منها، فلذلك حتى نتفليكس خايفة من الموضوع. ف للأسف يعني هلا المسلسل بعده هذا طويل لسه. نحكي عن الفيلم، حالي. عن نحكي عن الفيلم صالون هدى.
هذا الجديدك يعتبر، هل خلصته ولا موضوع كورونا أجل شوي القصة؟ احنا كنا عم نصور الفيلم، هو برضو حاليا انا بشتغل كثير مع زوجتي اميره دياب. حبيبتنا سلام لإلها. سلام. مش بالبيت ولا كان طلت عليكم شوي؟ طبعا. كان عم تكتب هي فيلم تاني وسالتني سؤال هيك، فقلت لها شو رايك بهاي القصه، في قصه كانت يعني صاير مزبوط في فلسطين، وحكيت لها اياها، فقالت لي طيب هذا الحدث يعني بس شو القصة؟ قلت لها ما بعرفش، نمنا بالليل وفقت الساعة 4 الصبح كانت القصة كانت في راسي كاملة، فبلشت اكتب فيها، كانت يعني حوالي على 8 الصبح 9 الصبح كانت صارت خالصة من ناحية يعني احداث، وكتبتها بشهرين. أول شيء بعتها للممثل الفلسطيني علي سليمان والممثل ميسا عبد الهادي والممثل من العوض، لأنه الأحداث تدور في صالون شعر بطولته نساء أو يعني شخصيات نساء تنين ورجل، فشفت وأنا أكتب كنت شايف هدول الممثلين في راسي، يعني كانوا هدول اللي يعني هن اللي أو حولك الشخصيات. طبعا الثلاثة يعني حبوا النص ووافقوا، بعتنا المشروع لمات سليوشن، لمحمد حفصي، سوسن أصفاري في لاجوني فيلم، كلهم تحمسوا يعني بمومنتو من فرنسا، تحمسوا بشكل وبسريع قدرنا يعني نعمل لو بادجت، لأنه هو الفيلم أحداثه بثلاث أماكن، يعني صالون ومحل تحقيق وبيت، فقدرنا يعني وقدرنا يعني نعمله في لو بادجت، وقدرنا كمان ما هو بسرعة، إنه أنت لما بلو بادجت تقدر تدبر المصاري بسرعة. طبعاً. فبلشنا نصور وللأسف الكورونا وقفنا، بس خلصت أنا مع كل القسم مع علي سليمان ومنال عوض. فضل القسم مع ميسا عبد الهادي. يعني اكيد احنا نتشوق تخلص هاي الازمه ونشوف فيلمك الجديد. على سيره اللو بادجت هاني، هذا بخليني ادخل على بوابه فيلمك بهوليوود، وهذا كان نقله نوعيه بمعنى الانتاج، انه يكون في فيلم فيه مصاري. فطبعا لها علاقه بانه هوليوود هي هاي، بنقدر نحكي انه فيلم الجبل بيننا اللي هو بطوله كيت وينسلت، ادريس البا، ماخوذ عن روايه تشارلز مارتن، واسم المخرج هو هاني ابو اسعد. قديش فرقت معك وانت بتاريخك كله كانت صناعتك للافلام مرتبطه دائما بما يتعلق بفلسطين وما حول فلسطين. فموضوع الانتاج، وهلا انت عم تحكي عم تعمل فيلم لو بادجت، واحنا بنعرف انه انت عملت الجبل بيننا بميزانيه تعتبر بالنسبه لك كبيره، قديش بفرق هذا الموضوع؟ كبير يعني. صحيح انه بادجت الجبل بيننا 42 مليون دولار. البادجت الحالي هو اقل من مليون، يعني اقل. في فرق كبير. هلا يعني في حسنات لهون وحسنات لهون. البادجت الكبير بتحس انت فعلا فقط مخرجي، ولا على يعني حتى الكتابه مش على يعني الكتابه مش يعني مش مسؤوليتك، الانتاج مش مسؤوليتك، ولا شيء مسؤوليتك غير انه تتعامل يعني تطلعي من الممثلين الماكسيموم وتكون الصورة بشكل اللي بدك إياه. فهذا كثير كان يعني عظيم. أنا أول مرة بحياتي بس بشعر إنه صرت مخرج، لأنه ما كانش براسي ولا إشي تاني. طبعا اللو بادجت معناته مسؤولة عن الإنتاج، مسؤولة عن التأليف، المواقع، وكتابة القصة، يعني كله 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 على راسي، لأنه أنت أغلب أعمالك كانت من تأليفك. صحيح. كله عرق. فالمسؤولية كثير أكبر على فكرة. بس الفرق إنه هنا أنت عم تعمل إشي اللي هو إلك،
أنا كنت فاهم بالجبل بيننا، أنا كنت أشتغل عند استوديو بكل معنى الكلمة، يعني كنت شغيل زي أيات، عندي مسؤوليتي طبعاً والاحترام الفائق اللي يعني تعاملوني فيه أكيد يعني احترام كبير، بس لكن بالنهاية العمل مش إليك، يعني أيات تغيير بالسيناريو بده يمرق على استوديو بالأول. هلأ ما في يعني طبعاً. هلأ مع الممثلين بنقرر إنه بدنا نغير الجملة هاي بنغيرها، أو يعني هذا الحكي مش موجود يعني هناك. لا، وبالنهاية كمان برضو المنتج الأخير بيعملوا له فحص مع مشاهدين كل مرة، مع 400 مشاهد، وال 400 مشاهد بيعملوا كومنتس، هو انت بدك تراعي هاي الكومنتس، يعني لانه بدي اعمل انت فيلم قاعده للماس للماس اودينس، مش لإلك يعني او لذوقك الخاص، فبدك تراعي شعور الذوق العام، خصوصا الذوق يعني العام اللي هو مش مطلع كثير على السينما العالميه. اوكي، هذا منيح وهذا ما يعني ما يعني انا بالعكس كثير انبسطت من تجربه هوليوود كثير، لأنه أول شيء بتتعلمي، يعني تعلمت كثير، بعدين بتتعاملي مع محترف، حلو الواحد يتعامل مع محترفين بكل معنى الكلمة، بكل قسم، التصوير، الإضاءة، الديكور، الصوت، كل أقسام الفيلم كانوا ناس محترفين جدا جدا جدا، وهذا يعني عظيم الواحد يتعامل مع هاي الجودة من الاحتراف، مع انه مرات يعني الفن الاحتراف بقتل الفن، يعني الفن عادة هو نوع من مشاعر بتتفاعل مع موهبتك ومع موهبة الآخرين كمان، فبطلع مرات أشياء كتير أجمل بدون احتراف. على كل حال يعني أنا بحب التجربة، يعني أحب إنه أجرب عدة تجارب، وهذا بغنيكي يعني كمخرجي وكإنساني. أكيد، بس هاني كمان في موضوع مدامنا بنحكي لساتنا عن تجربة هوليوود وما بدنا نطول كثير فيها، بس بدي أنا يعني الناس تعرف كيف تم اختيارك كمخرج هذا العمل؟ عادة في هوليوود لما بكون في بروجكت وفي سيناريو في عدة مخرجين بقدموا لهذا المشروع، أنا من المخرجين، يعني كانوا 6-7 اللي حاولوا يعملوا هذا الفيلم. الاستوديو حب كتير النظرة تبعتي كيف بدي أعمله كنت، فبتروح أول لقاء بيكون مع المنتجين، يعني بدك تقنع المنتجين في النظرة تبعتك، كان حبوه بودوك للاستوديو، بتروح يعني بيكون في لقاء المدير الاستوديو مع الاكزيكتيف تبعونه، وبتحكي شو يعني شو الاشياء اللي انت حبتيها بالسيناريو، ليش حابة تعمل هذا الفيلم، وكيف شايفتيه، كيف شايف الفيلم، شو الوانه، صوره، التمثيل تبعه، فإن حبوا شو عم بتقولي يعني بختاروكي، وهذا اللي صار. يعني هو عم يعني تعرف زي اوديشن، يعني عادة أنا العكس، يعني أنا بعمل اوديشن أنت اللي بتعمل اوديشن، بس بهذا الفيلم هني بعملوا لك اوديشن. حلو، نترك ال 45 مليون هدول هيك على جنب ونرجع للأساس ل 42 مليون، ونرجع للأشياء هيك الصغيرة اللي مكنكنة اللي عمليا أنت شكلت فيها حالة هاني، معلش يعني يمكن أنت ما بتحب تحكي عن حالك كثير، لكن أنت قدرت تعطي أمل للمخرجين اللي تابعين للسينما المستقلة، إنه لا، السينما المستقلة قادرة إنها توصل لمحافل عالمية وتكون وتحصد الجوائز وتنافس كمان، فيعني هذا كمان له دور، يعني أنت من السينمائيين اللي لعبوا في دور كتير كويس. أنت بلشت حياتك منتج، صحيح، بفترة التسعينيات تحديدا، وكانت مع أفلام وثائقية وأفلام قصيرة، وأنت عملت أول فيلم كان بحياتك اللي هو الروائي القصير بيت ورق. تحكي لنا عن إنه هل هي فترة التسعينيات كانت مجرد تحضير لأنك تدخل لهذا العالم من خلال الإنتاج عشان
مع الألفية، بداية الألفية الثانية، لأنك أنت عمليا إذا بدنا نحكي تاريخ، أنت مع الألفية الثانية 2002 بلشت صناعة الأفلام الروائية اللي كانت مع عرس رنا، مظبوط؟ صحيح. فبدنا نحكي هاي نقلة نقلة من التسعينيات بالتخصص أكثر إشي بالإنتاج، وبعدين للروائي الطويل اللي بلش مع عرس رنا، وبعدين انت انعرفت طبعا بشكل عالمي عن طريق الجن. الان رح نحكي شوي شوي عن فيلم، شو رايك؟ يلا. اكيد صحيح. هو اول شيء الكل بيعرف انه انا درست هندسه اخراج، هندسه طيران. طيران هندسه اخراج. طيران. مش هندسه اخراج، طيران، مزبوط. و بال 1990 رجعت، انا درست في هولندا وخلصت واشتغلت، بس رجعت بال 1989، يعني 1990 كانت الانتفاضه الاولى باوجها في فلسطين، وبلشنا نفكر انه لازم نعمل شيء، حتى انه مش العالم عم بيعمل عنا افلام وثائقيه، فلازم يكون في حركه داخليه. يعني ايامها كان بس بالساحه، يعني بالمخرجين المحليين كانوا ميشيل خليفي هو مي المصري، بس ما فك كان حدا تاني. هلا رشيد بال 1990 عمل فيلم الملجأ يمكن، او 89 لا 89 عمل فيلم قصير، وبالصدفه التقيت انا ورشيد وبلشنا نشتغل مع بعض، انا كمساعد رشيد مسراوي طبعا، الاستاذ يعني بيحكي عن رشيد مسراوي. انا كمساعد له، هو كمخرج، وبعدين صرت المنتج. يعني اول فيلم روائي طويل له اللي هو حتى اشعار اخر كان من انتاجي، فهي وكانت الانتفاضه باوجها يعني، وكان في تعطش كبير من داخليا حتى نقدر احنا يعني نشوف حالنا بافلامنا، مش بافلام الغير بيعمل عنا، لانه كان في كثير ايامات بيعملوا افلام خصوصا وثائقيه، ما فيش كان غير ميشيل خليفه ومي المصري. فهيك بلشت، يعني انه احنا كشباب ما في حق. يعني لما صورت اول فيلم لي اسمه بيت من ورق قصير، اعتقد اول مره كان بيكون في، يعني بتفوت على الناصر في كاميرا 16 مليمتر، يعني حتى يعني كاميرات الفيديو ما كانت متاحة زي اليوم، يعني كل محل في كاميرا وجودة عالية. فكان يعني بلشنا نتعلم على حالنا، يعني احنا استأجرنا كاميرا وما حداش بيعرف كيف يشغلها كان. يعني إيهاب أبو العسل أو إيهاب عسل يعني بلش معنا كمصور، بس أول مرة كان بشوف الكاميرا لما بلشنا ببيت من وراك وبعدين حتى أشعار آخر. ف يعني الحاجة، أول إشي الحاجة إنه نحكي عن قصصنا كانت كبيرة. لقائي مع رشيد المشاراوي ساعد، لأنه كان عنده صار تجربة هو بالسينما، فعلمنا هو المزبوط هو اللي علمنا كلياتنا يعني. وبعدها بعد الانتفاضة الأولى أجت فترة أوسلو بسميها التسعينات، وصار في شوية بلبلة بالموضوع، لأنه كلنا كان في أجواء تفاؤل أنه كلنا رايحين على سلام، وعلى سلام عادل وشامل، وعداد كبيرة من العالم والكل وكذا. فطنا هيك بفترة أنه طيب، يعني أنا ما كنتش كثير منتج، رجعت على هولندا وعملت فيلم روائي طويل حتى اتعلم اكثر. هلا بال 2000 بلشت الانتفاضه الثانيه، فصار في حاجه كمان مره ترجع على فلسطين، و يعني تبلشت يعني ما تتركيش الساحه لغيرك. مزبوط الهولنديه في عندهم يعني مجال اوسع بالنسبه للصناعه، لكن يعني فلسطين ظلت دائما تجذبني. فغادي عملت اول فيلم روائي طويل فلسطيني هو زواج رنا او عرس رنا، بس انا عملت اولها قبلها فيلم هولندي اسمه الدجاج ال14 في هولندا، روائي طويل.
بس كمان مرة الانتفاضة الثانية بال2000 هي اللي هي عودة رجعتنا والحاجة انه نحكي عن شو عم بصير بصير كبير، لانه يعني لما بصير في حدث سياسي كبير زي انتفاضة بتضلك بصير عندك هاجز، لانه بالتسعينات قلت لك انه خلص كانه كان في امل، وكان امل كثير يعني ساذج على فكرة، انه تأملنا انه يصير في سلام وخلاص، وانه رح يكون عندنا دولة فلسطينية كمان كم من سنة وانتهت، يعني كأنه للأسف كنا متأملين يعني بإشي غير صحيح. فبال2000 رجعنا وكله يعني كل فيلم ولد من رحم الفيلم الثاني. يعني أنا بلشت على فكرة بفيلم وثائقي اسمه الناصرة 2000. فيلم قصير كان، فيلم وثائقي قصير 50 دقيقة. 50 دقيقة. في كمان قبله واحد وثائقي قصير أظن كان عندك. كتير صغير هذا. يعني لمن يهم الأمر مش كتير. لمن يهم الأمر. مزبوط. بس كأنه أول فيلم روائي 50 دقيقة اللي هو يعد يعني فيلم مزبوط كان الناصر 2000، ولحد اليوم بعده أحسن أفلامي. يعني بضلوا عنده هيك مكان خاص لإلي، خصوصية لأنه بيحكي عن الناصر وبيحكي عن حالنا وعن وضعنا يم بالفترة اللي بلشت فيها الانتفاضة الأولى الثانية. متأسف الثانية بعد الألفين. هلا الشركة اللي عملت معها الناصر 2000 شركة هولندية، يعني اللي مولوا الفيلم كثير انبسطوا، فقالوا لي شو رايك تكمل؟ فقلت لهم عندي فكرة فرد ترانزيت، وعملت فيلم وثائقي تاني اسمه فرد ترانزيت. من رحم فرد ترانزيت انولدت الفكرة تبعت زواج رنا، واحنا بنشت يعني ومن خلال العمل على هدول الافلام انولدت فكرة الجنة الآن. الجنة الآن. قبل ما نحكي عن الجنة الآن، عادة بيكون الفيلم المخرج الفيلم الوثائقي أو اللي بده يكون بهذا المجال كتير الانتقال من التوثيق للرواية الطويل بياخد وقت. يعني في مخرجين كثير بنعرفهم يعني خلص انطبع عليهم مخرجين افلام وثائقيه وكانت تجاربهم بالروائي قليله، يعني ممكن فيلم او فيلمين او ثلاثه ان كثر. بس بالنسبه لهاني ابو اسعد ترك هذا المجال نهائيا وانتقل لصناعه الافلام الروائيه. الجنه الان هاني عم اقول لك انا في بدي احكي لك قصه يمكن انت ما بتعرفها او يمكن ما حكيت لك اياها قبل. أنا علاقتي مع جن الآن هي علاقتي مع تطور رؤيتي للسينما الفلسطينية. ليش؟ لأنه كانت أول إشي بدايتي بالعمل الصحفي، وكان عرضه الأول بالدورة الثانية بمهرجان دبي السينمائي. كانت أول مرة بحياتي أشوف فيلم فلسطيني على شاشة هالقد كبيرة. عادة بشوفها كنت فيديوهات أو تجيني هيك يعني فيديو. فكان الموضوع بالنسبة لي يعني شو اللي عم بيصير، شو اللي عم بشوفه أنا حالياً، وقديش من هذيك اللحظة قررت إني أشوف الفيلم الفلسطيني بشكل مختلف. ومش هذا مش ما بتخيل إنه كان قرار فردي قد ما كان قرار أنت بلا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة صدرته للمشاهدين. بمعنى إنه إحنا عم نشوف حكايات حب وحكايات صراع بنفس الوقت بس بشكل وبخطاب مختلف، وهذا بتوقع له علاقة بتحرر صناعة السينما الفلسطينية من الإنتاجات اللي كانت أغلبها من أحزاب أو من منظمات إلها أهدافها أو إلها أجندتها اللي تحطها بالأفلام. جن الآن شو السحر اللي فيه اللي وصله لهم للأوسكار؟ أكيد هذا السؤال يعني الشباب يعني عادة حيقولوا إنه شو اللي ممكن المعايير اللي تكون بفيلم تخليه يوصل لأنه يتنافس على فئة أفضل فيلم أجنبي بالأوسكار؟ أول شيء أعتقد إنه تصور فعلاً يعني إحنا صورنا الجنة الآن وكان في اجتياح في نابلس، يعني كان في يعني القصف
الجيش موجود في كل مكان، الشباب المناضلين عم بحاربوا بكل زقاق. فيعني مثلا بعطيك يعني نموذج كتير بسيط، السلاح اللي صورنا فيه هو سلاح حقيقي كانوا الشباب يستعملوه يعني بالكفاح. فمرات يعني كنا نصور لما يجي الجيش يجوا الشباب ياخذوا الاسلحه منا يعني يعملوا المعركه ويرجعوا لنا بعدين سلاح بعد ما يخلصوا المعركه. هلا جينا الان كمان مره، اول شيء الممثلين اللي كل الممثلين اللي كانوا فيه كانوا موهوبين بشكل، وهذا يعني عندي كان حظ انه التقيت بهذيك الفتره في شباب كلها موهوبه، يعني مش معقول. وهذا اللي بين يعني بعدين، يعني مش يعني جلال قال مضبوط هن بلشوا بالجنه الان، بس كلهن اليوم اسماء عالميه، يعني مش معقول. طبعا فجد كان حظ كثير عالي انه التقيت بشباب موهوبه، غير انه صورنا بمكان اللي هو حقيقي كان على الاخر. يعني كانوا يعني لما صورنا مع علي المشهد هو يصور يعني يصوروه بالرساله الاخيره تبعته بكاميرا فيديو، كانوا الشباب اللي يعملوا العمليات كانوا موجودين، يعني كانوا موجودين معنا، فهو كنا كثير خايفين من هذا المشهد. اكيد نرجع بس نحكي على موضوع الجنة الآن، لأنه بالفعل هو بيعتبر نقلة مش بس بمسيرة هاني أبو أسعد، بمسيرة السينما الفلسطينية، وإنه قدر يوصل للأوسكار. أكيد في ناس كتير بتحب تحكي تعرف، خاصة إنها كتير كتير قصة خاصة وكتير فيها حقيقة. يعني أنت عم تحكي قصة حقيقية 100%، وزي ما أنت هلأ قلت إنه كانوا الشباب الفدائية موجودين خلال التصوير وكانوا يشوفوا، كنت عم تحكي لهم بكيو أثناء المشهد اللي عمله العزيز علي سليمان. فشو بتقدر يعني احكي لنا، كملنا القصة. هذا جانب انه هو قريب كثير للواقع. الشغلة الثانية الممثلين كانوا موهوبين جدا. الشغلة الثالثة انه صورنا في الحدث ذاته، يعني كان في جد قصف يوميا، كان في قصف حوالينا. بعدين الشغل الأهم إنه الفيلم كان يعني اللي حاول يمشي على خط كتير رفيع، وأنا بنظر كل الأفلام المهمة بالعالم اللي هي بتحاول تمشي على خط رفيع وما تأخذش موقف مسبق من أيات الشيء، لأنه إذا كانت ما أخذ موقف مسبق يعني بصير الفيلم بريدكتبل، انت فاهم شو راح يصير، بطل في عندك يعني. الفيلم المضبوط هو اللي بخليك تسألي أسئلة عن موقفك الحالي، انه هل هذا بخليك ترجعي يعني تتساءلي من أول وجديد انه هل الموقف صح أو غلط. اللي اكتشفته بالجنة الآن انه اللي يعني السحر تبعه انه اللي كان مع العمليات الاستشهاديه بعد الفيلم بحس انه صار في تساؤل حول الموضوع، واللي كان ضده برضه بصير في تساؤل انه يعني يمكن. فهو بيخلق تساؤل، وهذا كثير مهم بالسينما انه انت تعاود تعيدي نظام تفكيرك بشكل عقلاني أكثر بدون مشاعر. خاصة أنت كمان موضوع الشخصيتين اللي هي علي سليمان، هي موجود معنا على فكرة، استأذن لعلي. والله كيف بنشوفه؟ أنا بشوف، أنت ما بتشوف، بعدين بتشوف. طيب. لا موجودين، ما عم بفين عندك إشي إنه من موجود ولا لأ؟ لا مش بلا في أسامي هيك. هدول بو زياد في هلا، بو زياد عروب حامد هلأ. والله كلهم حبايبنا. فاللي بدي احكيه انه موضوع هاي علي بحبكم، واحنا بنحب اخي علي، واحنا بنحبك خيا.
اللي بدي احكيه بالفعل هي كان الذكاء بالنص وبالتجسيد الشخصيات عن طريق اللي الشخصيه اللي قدها علي سليمان واللي قدها قصي ناشف. متذكر لما اتخانقت مع قصي ناشف انا وقت عرض الفيلم؟ لا تذكريني. هلا بتذكرك. قلوا لا حبيبنا قصي يعني هي بالعكس بعديها صارت في محبه كبيره. بس موضوع انك انه كل الناس كانت شاك انه علي اللي رح يعمل العمليه بسبب الظروف تاعته لعلي. صحيح. ما كانش الواحد يتوقع انه تروح القصه لقصي واللي عنده حبيبه واللي عنده حياه كامله يعني هو اللي كان بايعها شخصيه علي سليمان. وهذا كان بالفعل كثير الخيط اللي انت حكيت عنه تماما اللي بيخلي الواحد يرجع يعيد تفكيره بالاشياء. نخلص خلصنا شوي من تفاصيل الجنة الآن ونحكي هلأ لأنه إحنا عم نرجع شوي شوي خلصنا من الجنة الآن بدنا نرجع لقصة تانية اللي هي عمر اللي هو عمليا أنت عملته أنت عملت الجنة الآن وبعديها عملت عمر يعني كان في فرق كتير كبير بسنوات مزبوط ب 2013 الجنة الآن ب 2005 عمر كان في فترة زمنية بينه وبين الجنة الآن وكان التايتل اللي أنت كتير كنت فخور فيه إنه هذا فيلم تم إنتاجه 100% من أموال فلسطينية. قديش هذا كمان بيأثر على الموضوع ونحكي قصتك مع ليش طولت من الجنة الآن لعمر وعلى هاي الخصوصية تحديدا ودور الإنتاج بالفعل بمرات بالتدخل بنص مثلا او بطبيعه سير العمل والى اخره. تفضل. اول شيء كان كثير صعب بعد الجنه الان علي اعمل فيلم لانه يعني قلت انه صناعه الفيلم كانت كثير صعبه وفتت بتراوما لانه كنا ممكن نفقد حياتنا يعني بيات لحظه أثناء عمل الفيلم الجنة الآن يعني كل لحظة كنا ممكن يعني نقتل أو نستشهد. ف بعدها يعني بفوت الواحد بتراوما لأنه ما بقدر يعني يمكن تصح لي أفوت على نابلس كمان مرة لأنه مرة بعد سنتين حاولت أفوت وبالطريق ما قدرتش رجعت يعني صابني انهيار لأنه ترجع الذاكرة تبعت قديش يوميا كان في موت حواليك ناس اللي بتعرفيها ماتت القصف الدمار اللي كان موجود الشباب اللي استشهدت فما كانش كان ما كانش سهل علي أرجع على المكان وما كانش سهل أرجع أشوف كاميرا وأشوف ممثلين كان شوي صعب. الحل الوحيد كان إنه أنهزم على هوليوود وفعلا كان هروب هو على هوليوود لأنه ما كنتش قادر يعني كان عندي تراوما بكل معنى الكلمة كان يسيبني انهيار لما أتذكر الأحداث اللي صارت أيام تصوير الجنة الآن وأحداث على فكرة مش يعني يمكن نبلش نحكي بنخلصش قد ما في أحداث يوميا يعني هو أحداث مش بسيطة يعني إنه فيها حياة وموت مسؤوليات كبيرة أنت لما بتصوري مسؤولة عن طاقم كامل وعن ممثلين وعن فما كانش سهل انه اجا يعني يلا اكشن وكاميرا ولوكيشن كان صعب شوي فالهروب كان على هوليوود بس الفيلم اللي عملته يعني كثير سيء يعني من اسوا افلامي هو الفيلم الهوليوودي ذا كورير سيء جدا يعني مش شوي فانتقاما عملت عمر يعني انا كيف الواحد بينتقم بالفن بعمل فيلم منيح طب يعني هذا احنا بنيك انتقام طيب ضلك انتقم يا هاني ضلك انتقم انا بحب الانتقام جد يعني كل حياتي هي انتقام بالفن جد بحكي مش مزح يعني الحياة تبعتنا كفلسطيني وكإنسان عادة بهاي الأيامات حياة قاسية مع كل النجاح ومع كل الحياة كثير قاسي جدا يعني وفي موت حواليك بكل لحظة وناس بتموت يعني اللي بتستاهلش تموت بتموت واللي وبضلوا عايش اللي بستاهل يموت يعني بس مع انه حداش بستاهل يموت بس مش مهم انه في دائما الحياة كثير قاسية حوالي فالحل الوحيد هو الواحد يعمل اشي جميل من القباحة اللي موجودة حوالينا وهذا كان عمر انه انت تعملي
يعني تنتقمي بس بشكل فني مش بشكل عنفي يعني. وانا بدي اذكرك يمكن انت يعني شغلي انا الاشياء الخاصه اللي صارت معك بكل فيلم تم عرضه بكل مكان، كان دائما انت تترك اثر بجمله. يوم ما توجت بالفيلم بالامارات بوقت عرض عمر، انا طلعت لك على المسرح وقتها حكيت لي هيك جمله، قلت لي احنا علا ما عندنا الا الافلام نقاوم فيها وراح نضلنا نعمل افلام. يعني هاي انا بتذكرها تماما، وكانت كثير جمله خلتني بالفعل اعرف انه المقاومه ممكن يكون عندها اشكال ثانيه، وما في اجمل من انها تكون على شكل فيلم يوصل لكل العالم. بس نرجع مره ثانيه نحكي عن فرحتك الكبيره بانه هذا الانتاج، انتاج معلش بضغط وقع السمنه فرحه انه الانتاج انتاج فلسطيني 100%. قديش كنت مبسوط وليش هالقد كل دائما تحكيها بكل مكان بعدين بكل مكان قديش كانت فارقه معك القصه؟ كثير كثير. بس تصحيح بسيط، الانتاج هو 95% فلسطين و5% من الامارات من انجاز من لان اخواننا بالامارات يعني بالعكس ال5% كانوا بالنسبه لنا كثير مهمه. بس خلينا نقول ال 5% خلينا نقول ما كانوا لهم يعني العضل المضبوط هو ال 95% يعني. هذا كان اكيد هذه تكمله الجزء مثلا ممكن انه اللي ناقصه شيء زي ما صار مثلا بالزبط. زي افلام زي افلام اللي هي بعد التصوير، خلال التصوير بيكون ناقص شغله بيصير في عمليه انتاج خلال صناعه العمل. تفضل. بالضبط. ف يعني التحدي الكبير كان انه طيب اليوم احنا يعني بنقدر نعمل افلام توصل للعالم، لكن هل بنقدر نعمل افلام كمان تمول داخليا وما تكونش متعلقة بأموال خصوصا من أوروبا؟ لأن الأوروبيين مع كل حسناتهم عندهم أجندة. يعني قلت قلت لا، حتى يعني مش عاطل يكون عنده أجندة، لأنه أنت لما بتأخذه حتى مش مفروض مش بالضرورة أجندة سياسية. يعني كل الصناديق في أوروبا عندهم أجندة معينة. أنا يعني عارف أنه بدهن يشجعوا انا عارف الهوموسيكشواليتي، بدهن يشجعوا الديفيرسيتي، بدهن يشجعوا يعني. فبتلاقي في مواضيع معينه بيهتموا فيها في فترات معينه يعني، وبدك تمشي عليها بدك تمشي على هاي المواضيع، والا يعني بتعمليش فيلمك يعني. ومرات بكون كثير فيلم مكتوب منيح بس مش بالموضه يعني. حاليا مثلا الموضه هي نساء معنفات في العالم العربي، يعني هاي الموضة اليوم. اللي عنده فيلم من الشكل بأخذ تمويل الأغلب يعني، حتى لو السيناريو سيء ما بتشوفيه إلا رح نحكي عن هذا الموضوع هاني أكيد. بس تكملي موضوع بالفعل خصوصية الإنتاج الفلسطيني. هلأ الفلسطيني كان كثير بسيط، إنه أنت حر يعني بتقدر تعمل النهاية اللي بدك إياها، بتقدر تعمل البداية اللي بدك إياها، وما ترعيش الأجندات اللي ممولة من أوروبا. هذا كثير كان مهم جدا، مهم يعني بالنهاية. وهل هذا بيأكد كمان شغلة بس برضو هاني، فيلمك قدر يوصل وينعرض بمهرجانات عالمية ويوصل للأوسكار بالرغم من أنه ما كان فيه أي إنتاج خارجي. إذن المعايير عن جد كيف ممكن تختلف يعني؟ بس على فكرة لأنه الجنة الآن كان ممول أوروبيا والأمريكان اشتروه، يعني وورنر إندبندنت اشترت الفيلم، المدى يعني خلينا نقول يعني أول شيء أخذ كمان جولد جلوب، مش بس الجنة الآن أخذ جولد جلوب طبعا، ترشح للأوسكار، أخذ سبيريت أورد، أخذ أخذ ناشونال بورد اوف ريفيو، أخذ في برلين، أخذ يعني لأنه الأوروبي والأمريكان كانوا يعدوا جزء، يعني هذا جزء من أفلامهم. فبتلاقي كان في دعم
يعني خلينا نقول الدعم، مثلا ورنر اندبندنت حطت على الماركتينج في الولايات المتحدة حوالي 2 مليون دولار، 2 مليون دولار. عمر كل الماركتينج تبعه كان 80,000 دولار، ومع كل هذا وصلنا الأوسكار. فأنا أنا كثير مبسوط على فكرة. احنا مبسوطين، بس احنا نفهم لانه اكيد اكيد كانت فرحه يعني لهلا. انا ما بنسى يعني فرحه عربيه بالفعل، يعني ما لها علاقه بالاثنيه او بانه قطر فلسطينيه. طبعا بتكون الفرحه مضاعفه بالنسبه لفلسطين لانه الحاله الفلسطينيه خاصه، لكن هو كمان نجاح عربي اكيد. بس موضوع عمر تحديدا بالفعل المعايير مثلا اللي ممكن تنحكى انه والله هذا الفيلم وصل الاوسكار لانه كذا، ما كانتش موجوده ابدا يعني. لا 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 كان في يعني يعني كمان مره يعني كمان مره ما كانش في ولا حدا اوروبي او امريكاني وراه للفيلم، فيش ولا يعني ما فيش كان حدا وراه يعني حتى وصلنا للاوسكار بجهودنا، بجهود يعني المنتجين زعيتر وليد واحمد وعباس، فرهبين رهبين يعني الفلسطينيين مرات رهبين. العرب على فكره يعني انا كثير حاليا عم بشوف افلام للشباب الجديده و يعني كثير متفائل بالمواهب الجديده اللي يعني قديش حلو. أنا يعني بتذكر لما في... بتقول لما شفنا فيلم ستموت في العشرين قديش كنت مبسوط وحريص إنك تشوف أمجد أبو العلا، فبعرف قديش أنت بتحب تشجع هالجيل الشباب سواء العربي أو بفلسطين أو بكل الوطن العربي. طيب كل هل... مظبوط لأنه في بدها يعني في فيلم جديد لمحمد دياب اسمه أميرة يعني فيلم رح يكون يعني اللي متوقع له خير كتير، وفي فيلم جديد شفته أول فيلم لباسل غندور عامل فيلم برضو وبعده مش مخلصه لسه مش مخلصه، بس أنا شفت أنت بس كتير كتير عجبت فيه كتير يعني. رح يعمل إشي شغل كويس هذا إشي كتير منيح. أنا هل تتخيل أو تتوقع إنه هذا الحراك السينمائي ضمن الشباب إله علاقة مرتبطة أيضا فيكم أنتوا إنه صار عندهم أمل ما دام كان في مخرجين مثل هاني أبو أسعد طبعا وغيرهم من الوطن العربي قدر يوصل بأفلامه للمهرجانات والأوسكار، إحنا كمان بنقدر. لأنه يعني إذا أنت بدك تحسبها تحديدا بال 15 سنة الماضية تقريبا صار في حضور عربي بالفعل بالمهرجانات العالمية، وصار يتصدر أسماء جديدة لشباب وصبايا بيحملوا هالأفلام وبيدوروا فيها لحالهم، يعني حتى بيدوروا بالصناديق الدعم، بيدوروا على إنتاجات، اللي صار المخرج نفسه هو اللي يدور على إنتاج فيلمه. فقديش لكن بنفس الوقت أنا عندي سؤال وأنا حابة تجاوبني عليه هاني، موضوع قبول الأفلام في المهرجانات الأوروبية والعالمية هل كمان بيخضع لشغلات؟ يعني هلا انت اذا بدك تلاحظ مثلا بعد الثورات العربيه وتحديدا بمنطقه بتونس ومصر وسوريا وهي صارت في افلام اكثر وصار في دعم اكثر، تحديدا احنا بنقول انه برلين مهرجان برلين هو الاكثر مثلا وضوحا بالتسييس. فهل الموضوع وقبل شيء انت اشرت له الموضه انه بيكون في موضه عن الحديث هو اللي بيلعب دوره على على اختيار الأفلام بهاي المحافل، وإنت إلك تجربتك أصلاً إنت كنت لجنة مشاهدة بكذا محفل يعني أكيد يعني أكيد في حظ بيلعب دور كبير 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 في اختيار الأفلام. الحظ هو إنه إنت بدك تكون بالموضة بهذيك اللحظة، فيلمك بده يكون يعني مكرر من قبل هاي المهرجانات إنه السنة هاي بدنا ندعم السينما الأسيوية أو هاي السينما نعم السينما الروسية أو بالنسبة يعني بيكون عندهم صار خطة معينة. ف أو مثلا هاي السينما بدنا نأخذ من العالم العربي فيلمين أو فيلم أو يعني فأكيد الحظ بيلعب دور يعني يعني بعدين الإشي يعني بتعلق بالذوق يعني كل واحد عنده ذوقه وعنده رؤيته فما بتقدرش يعني فيش فيلم الكل بيجمع عليه انه واو، في اغلبيه معينه ممكن تجمع
بس ففي حظ، اكيد في حظ بالنجاح او بالقبول للمهرجانات حاليا. يعني انا هذا الحظ مرتبط فقط اذا كان المخرج عربي؟ لا، كل العالم يعني، يعني حتى في هوليوود يعني في سنين معينه حاليا مثلا معروف انه الافلام اللي بت يعني كانه تابعه لميتو، هاي حركه ميتو بتاخذ انتباه اكثر بكثير مما بتستحق مثلا، لانه خلص هلا في موضه معينه وبدهم يمشوا عليها. دائما بقول انه الفيلم القوي صعب، يعني خلينا نقول الفيلم المنيح ممكن يعني بده حظ، بس الفيلم القوي حتى لو الحظوظ بتشتغل ضده بيشتغل. يعني الفيلم القوي، وانا بنظري هاي نصيحتي، انه انت لا تهتم حاليا بالاجندات، اعمل فيلم قوي حتى لو الموضوع بالمره مش بحداش مهتم فيه، اذا كان الفيلم قوي يعني مش منيح، يعني مش جود، مش كويس، فيلم عظيم. الفيلم العظيم اعتقد صعب يتجاهلوه، يعني صعب بس يعني مش دائما، ولا انا بقدر اعمل دائما افلام قويه، يعني بعمل افلام مرات قويه مرات منيحه مرات عاطله. وهلا بدنا نحكي كمان ننتقل كمان للحديث، انه حكينا عن الجن الان وحكينا عن تجربه عمر، بس انت في عندك تجربه عاطفيه اللي هي يا طير الطاير. بتذكر جملة أنت حكيتها إنه يا طير الطاير بيشبهني كتير بس ما بيشبه طريقتي بالإخراج، مظبوط؟ صحيح بيشبهني بس بيشبهش أعمالي الفنية. أو هيك الفنية. قديش هاي اللي نقدر نحكي عنها اللحظة اللي أنا، يعني أي حدا بيحضر يا طير الطاير بحس، أو اللي بيعرفك وبيعرف أفلامك بحس إنه هذا الفيلم بالفعل عمل بشكل عاطفي، كان في إشي عاطفي أكثر من أي شيء ثاني، مظبوط؟ صحيح أنا هيك على فكرة. يعني في هاني أبو أسعد الإنسان وفي هاني أبو أسعد الفنان. هاني أبو أسعد الإنسان كثير عاطفي وهيك يعني بسيط، ويعني بحب يعني هيك حياتي بتكون يعني هيك بس لا بالفن يعني الواحد بفكر بأعماق وبسوداوي أكثر بالفن. طب ليش يا طير الطاير بيشبهك هاني؟ بيشبهني لأنه فيه براءة، وبحس في براءة عندي اللي هي أكثر حقيقية من أفلام، يعني أفلامي مش بريئة بس أنا بحس فيه براءة أكثر من أفلامي، يعني هاي الحقيقة. طيب هلا تقريبا يعني خلصنا عن افلامك، رح نتحدث عن اشياء ثانيه، لكن في شيء دائما المخرج لما يكون فلسطيني تحديدا عايش بفلسطين، الناس بيسالوه انه ما في الا هاي مواضيع الاحتلال ومواضيع القصص تحكي فيها، يعني هل بيقدر بالفعل، وهذا واقع يعني، ما هو لما انت بتجاوب الناس بتقولهم طب ما هو حواليه حواجز وحواليه احتلال وحواليه ناس عم تقصف وفي حواليه ناس عم تعتقل، يعني هذه اللايف ستايل يعني، بس قديش بتسمعها انه لأمتى رح تضلكم تحكوا عن هذا الموضوع، وهل بالفعل الواقع الفلسطيني وخاصه هاني، يعني احنا بنعرف انت ذكرت اول شيء بالبدايه موضوع الملف الفلسطيني او whatever، كان مش موضوع فلسطيني فقط، كان في مخرجين عرب متصدرين وبيحكوا عنه بيجيبوا سيرته بالافلام وبالاعمال، لكن هلا انتقل بالفعل لانه يكون بيور فلسطيني، فقديش ممكن توجه تحكي للناس انه ليش انه المخرج الفلسطيني مش عم بيقدر يعني يحكي قصه حب عاطفيه طبيعيه؟ تفضل. أعتقد لأنه أنا بشوفش حالي، يعني لو أني يصح لي أرجع بالتاريخ بفضل أكون يعني فدائي، وحاولت بأول طريقة أكون فدائي، لكن يعني خلينا نقول جسمي ما سمح ليش، ما كنتش على بنيتي الجسدية ما كانتش قوية، يعني اللي
كانت تسمح لي انه افوق انخرط بالكفاح المسلح. فبضل دائما عندي لانه ليش كفاح مسلح؟ لانه انت لما بتوعي على الدنيا وتشوفي انه في حواليك ظلم كبير ويوميا بذكرك بالظلم، مش يعني مثلا مره بالشهر، يا ريت يذكرنا مره بالشهر، يوميا كل دقيقه بذكرك الاحتلال بالظلم. فكيف صعب يعني الانسان، وانت فنان بنفس الوقت، يعني صرتي فنان، يعني بالنهايه ما قدرتيش تحكي بلغه القوه لانه مش معك، فبدك تعبري بطريقه اخرى عن مشاعرك، فبتعبريها بالفن. هلا الفنان اهم شيء هو انه يكون صادق مع ذاته. وانا اذا كنت تساليني ايش اكثر شيء مغلث علي بالحياه، هو الاحتلال. يعني انا حياتي منيحه بس الاحتلال مغلث علي بكل معنى الكلمه، حياتي تعيسه من وراء الاحتلال. طيب كيف بديش يعني في شيء متعسني مع، يعني كيف بدوش يكون جزء من المواضيع اللي انا مهتم فيها؟ على كل حال انا فاهم اليوم، خصوصا اليوم القضية الفلسطينية بطلت إن يعني بالمرة ما حاش مهتم فيها للأسف. هلأ فبتيجي بتسأل حالك شو أنت، يعني أنت فنان الموضة ولا فنان حقيقي؟ وأنا يعني فنان، بعد حالي فنان حقيقي اللي بحكي بعبر عن إيش مقلمه، وأكثر إيش مقلمني بالدنيا، أكثر إيش مغلط علي بالدنيا هو الاستعمار الأمريكي لمنطقتنا والغربي والكيان الصهيوني. شو يعني فيش عندك، يعني عنديش أنا حياتي كتير منيحة غير هيك. مظبوط. في يعني محمد عاطف طبعا العزيز الناقد ومبرمج افلام بكذا مهرجان من مصر عم بيحكي صح انك انت ما كنت ما سرتش فدائي بس عملت افلام مفخخه وفي اغلبهم صرت فدائي والافلام، افلامك فدائيه، نحن بنتنفس القضيه من نبيل كمان، ان حصل التمويل عن قضيه فلسطينيه فتركها المدعين. مظبوط. قديش بالفعل كلامك حميم كثير وحقيقي، وهذا الشيء اللي بالفعل مهما الواحد يحاول يواجهه او يحكي فيه بصير دائما في اتهام انه خلص وبكفي، وهي يعني انه هاي الشغلات ما بيعرفوا انه الموضوع انه الواحد لما يكون ضمن هذا الظروف، سواء على فكره الفلسطيني الداخل او اللي خارج، كمان عمليه اللجوء والتشرد والتواجد بكل اماكن العالم كمان هاي مش حاله طبيعيه. بس بدنا اكيد كمان بدي بس اضيف شغله واحده على هذا الموضوع، انه كمان مره انا بعرف انه خلص يعني كثير ناس عم بتحاول تبعد عن القضية الفلسطينية لأنه لما كانت بالموضة كانوا ماشيين معها، لا مش بالموضة مش ماشيين معها. كمان مرة بما أنه هاجزي هو دحر الاحتلال، أنت طبعا أكيد الفيلم مش راح يحرر فلسطين ولا راح يحرر العالم العربي من الـ من الـ من الـ من خلينا نقول من الاستعمار الأمريكي، بس اللي بتقدر تعمله انت تعمل عمل فني، لوحة فنية تضلها بالتاريخ. ها اللوحة الفنية اللي بتضلها بالتاريخ بوعدكم، يعني انا بعرفش اذا كان لوحات الفنية راح تضلها بالتاريخ لكن بحاول، بس بوعدكم انه اياته عمل فني بعد 100 سنة راح يضلوا موجود وراح يضلوا قيمته اهم من اليوم يمكن، العمل الفني المزبوط. بس كل الدبابات وكل الطائرات اليوم اللي عم تقمعنا راح تصفي كمان 50 سنة صدى مصدية بالصحراء. فلذلك العمل هذا اللي بقدر أعمله اليوم، بحاول كل جهدي إنه كل عمل أعمله يكون له قيمة إنسانية تاريخية الموجود بالتاريخ. ليش هذا كتير مهم؟ لأنه بالنهاية اللي بحافظ، يعني إذا كان القوة مش بإيدك اليوم، اللي بحافظ على قضيتك هو عملك الفني وكتبك وأشعارك، هو هذا اللي بحافظ يعني مش يعني وصمودك. هلا اللي بدوش يصمد أنا بفهمه، يعني مش إنه بزاوجش على حدا، بفهم إنه في ناس كتير خلص
يعني مش قادرة أكتر فعم تستسلم. بس لحد ما أنا عندي القدرة أنه ما أستسلم، ما أستسلمش، مش رح أستسلم يعني. أعتقد صعب أستسلم يعني، كيف بعرف حالي صعب أستسلم؟ هاني، في موضوع كثير انا بحسه انه المفروض يتاخذ وقفه تجاهه وتغيير وجهه نظر تجاهه، اللي هي الافلام اللي بيخرجوها الفلسطينيين بمناطق ال 48. واحنا وانت بتعرف، وانت من الناصره وبتعرف هاي الخصوصيه اللي لها علاقه بهذا الشكل من انتاج الافلام، وقديش هاي الأفلام بيتم رفضها بسبب طبعاً التمويل. لكنها لما أنت بتشوفها، بتشوفها أفلام كتير بتحكي قصص حقيقية وفلسطينية أصيلة، لكن موضوع التمويل، هل بتقدر يعني ممكن يكون في مخرج لهذا الموضوع؟ يعني في عنا مخرجين مثلاً زي سهى عراف عملوا أفلام كويسة وكان حلو إنها تكون وتعرض بالدول العربية، لكن موضوع التطبيع تجاه هاي نوعين من الأفلام ما زال حاضر. لإمتى ممكن الفلسطيني اللي هناك تحديداً يتم التعامل معه بالفعل إنه بعيداً عن هذا الكليشيه المرتبط بإنه مطبع؟ طيب أنا هذا كثير موضوع كثير مهم بنظري، بما إنه كلنا مع المقاطعة وعدم التطبيع طبعا. حتى لو مرات في ناس منا رح تدفع ثمن أكيد، أنا مش يعني أكيد رح ندفع ثمن، بس أنا كثير مبسوط إنه في بعد، خصوصا في مصر، في بعد الفنانين في العالم العربي عامة وفي مصر تحديدا رافضين التطبيع بشكل قاطع، وهذا كثير مهم. حتى لو بعض المخرجين العرب من الداخل، المخرجين الفلسطينيين من الداخل عم بيدفعوا ثمن غالي، مع كل هذا أنا مع إنه ما يصيرش في تمييع. مزبوط لازم نلاقى حل للموضوع، بس هذا الثمن اللي لازم ندفعه. يعني الفلسطيني اللي بده ياخذ تمويل من قبل صندوق إسرائيلي، بالفعل هي كثير يعني محيرة الموضوع. وأنا ما بدي طبعا إلا على الناس اللي بيكونوا بالفعل عندهم القضية هم وتواجدت بأفلامهم وقدروا يفرضوا وجهة نظرهم بغض النظر، بس يعني هذا موضوع زي ما أنت حكيت شائك وشوي محير. بس إحنا نتمنى من المخرجين اللي مثلكم، اللي إلهم كلمتهم، اللي إلهم الثقة فيهم كتير كبيرة، إنه على الأقل يلاقوا حل بنوعية، وتحديدا لمخرجين إحنا بنعرفهم وبنعرف انتماءاتهم كويس وبنعرف قديش موضوع القضية الفلسطينية أساسي عندهم يعني، والدليل أفلامهم اللي عملوها. ننتقل هلأ شوي نبعد عن هذا الشأن بموضوع حكينا على هذا القصة. عمر عم بنعرض على نتفليكس. نتفليكس والله؟ هديك مرة كأني شفت إعلان. بعرفش والله، لا بعرفش، أنا بطلعش المزبوط على نتفليكس. ما بتطلع على نتفليكس؟ قليل يعني قليل. هلأ أنت بتعرف أكيد كلياتنا بعزلة عن العالم والحجر الصحي اللي عم بيصير بكل الناس، وقديش هذا العالم صار بيشبه بعض فجأة بدون أي حدود وبدون أي، باختلاف الثقافات وباختلاف كل إشي. قديش لعبة السينما والفنون بشكل عام بأنها تكون مساند لهاي، لتبديد هاي العزلة، أنت برأيك؟ خاصة عم نشوف مخرجين عم بيطرحوا أفلامهم أونلاين، عم بنشوف كبار الموسيقيين في العالم عم بيعملوا برضو حفلات أونلاين للناس. قديش الفن بالفعل دائما سباق بأنه يكون جزء لدعم الإنسانية؟ تفضل. لا هذا واضح. ماي بس عفوا ماي، موضوع المسلسل اللي حكى فيه بالفيديو الاول رح ينزل ورح تتابعي شو حكى هاني عنه. كمل هاني. لا هذا يعني واضح، يعني انه الفن سباق بكل الازمنه، الفن الحقيقي سباق لخلق نوع من النوع من ال... من ال... يعني نوع من التقارب بين ال... ب...
بين الإنسان والإنسان. يعني كل هي كل فكرة الفم من أول ما خلقت هي إنه الإنسان يتواصل مع الآخر. يعني الفنان يتواصل مع جمهوره والجمهور يتواصلوا مع بعض من خلال الفن. فأكيد الفنان الحقيقي هو مبدع ليس فقط في العمل تبعه، لكن برضو بأنه بقرب بين الناس. يعني ياما أنت بتكوني قاعدة في السينما مع ناس بالحياة العادية مش ممكن تكون صحاب أنت وياها، بس بالسينما بتتوحدي. فطبعا يعني هذا واضح جدا أنه حاليا بوضع الكورونا الفن هو اللي عم بقرب بين الناس. أنا هذا أكيد بالنسبة لي. بالنسبة ما إجتك قصة إنك إنت ممكن تعمل إشي من خلال وجودك داخل المنزل، تصور تعمل فيلم؟ ما إجتك أفكار وإنت بهاي العزلة؟ لا أكيد بلا، بنشتغل يعني إحنا نهار ليل على المسلسل. يعني بنشتغل عم نعيد كتابته حتى نلاقي تمويل جديد لإله. عم بشتغل على فكرة جديدة، يعني عدة مشاريع عم نشتغل عليها أكيد. لكن ما في إشي له خاص بالكورونا يعني كحدث. يعني أنا مستغل هاي العزلة حتى الواحد ما يتشوشش في أفكاره. بس والله ممكن يكون مثير الإشي إنه أعود مرة أفكر على الموضوع إنه شو هاي الحالة بتمثل بالنسبة للإنسان حالة الكورونا. طيب كتير حلو. طيب هاني أنت وين قاعد هلأ؟ بأي مدينة؟ الناصري. طيب فجيني يا الناصري. خلينا نطل معك على السباك معك. يلا بفرجيكو يلا. لحظة يلا ننزيحهم إذن مع هاني أبو أسعد مع طلي على الناصرة الفلسطينية. بس كتير هيك يعني مش كتير، هي يعني بشع شوي صاير البلد لانه في عمار جديد. ليش لا. يعني طبعا هلا بنشوف نفتح الشباك. نفتح الشباك سوا. هاي البلد، هذا الشارع الرئيسي. هاي البلد. لحظه هو انا مش شايف شو عم بسوي. لحظه هاي في لحظه يعني شوي الكونكشن كانه بعد لانك طلعت برا هيك. يعني شفتوا يعني بعرف إذا كان صورته يعني مظبوط بس لأنه يعني شفنا هي لأنه الكونكشن يمكن برا، يمكن الكونكشن برا شوي بقل. الظهر لما بعدت على الكونكشن. لما بعدت عن الكونكشن مظبوط، بس إنه يعني قدرنا على الأقل نشوف طفاش غباش واضح مكتوب علينا إحنا نشوفها غباش. عم ببعتوا لي اقلب الكاميرا. لا هو الكونكشن، هو الكونكشن بتخيل. هاني قديش انبسطنا فيك اليوم، اذا بتحب تحكي شيء معين بخصوص الموضوع. في اسئله بصراحه كثير موجوده لكن تم على فكره الاجوبه عليها. يعني انا قبل ما اتخصص يا جماعه بالنقد الصناعي كنت صحفيه، يعني بعرف اسال. اوكي ففي اسئله كثير انسالت موجوده، حتتابعوها بالفيديو اللي راح ينزل على اليوتيوب بشكل كامل. بتحب تحكي شيء هاني؟ لا شكرا لك، استمتعنا كثير بالحديث المضبوط كثير. هو ومتاسف على انه ما بعرفش اشتغل بهاي الشغله، يعني ما عنديش انا لا فيسبوك ولا انستغرام ولا تويتر. هاي اول مره يعني بفوت على شيء اسمه انستغرام. هاي كمان الشاعر علي العامري بيعطيك تحياته، حبيبنا علي. حبيبي علي حبيبي، ان شاء الله نلتقي عن قريب. ف
فكل شيء له يعني هيك سمعته هاني لا عنده فيسبوك ولا على انستغرام، فالتواصل رح يكون عن طريق الايميل، ممكن عن طريق ايميلك لانه أكيد في ناس أكيد حابين يتواصلوا معك، رح نحط ايميله اكيد. ويعطيك الف عافيه، وان شاء الله بنشوف صالون هدى وهو مخلص، ودائما احنا بننتظر جديدك هاني ابو اسعد المخرج العربي الفلسطيني اللي دائما حكاياته توصل للعالم بطريقه مضبوطه. يعطيك العافيه هاني. شكرا لكم كثير، شكرا شكرا، ان شاء الله بنلتقي لايف عن قريب. يا الله ان شاء الله. سلام.